يا صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم وانا رقبتي قد السمسمه. عارفه اني بقالي كتير قوي غايبه، ولكن عندي ظرف ان شاء الله، يعني هحاول ان انا ارجع الفتره الجايه، وكمان هقول لكم يعني ايه هو الظرف ده. ولكن حبيت ان انا ارجع بفيديو يكون سريع كده، يشجعني بس ان انا ارجع تاني للقناه ونرجع تاني نعمل فيديوهات حلوه وحاجات من دي. فالنهاردة جبت لكم بقى اول تخزينات الشتاء، وهو تخزين المنمن. المنمن ده بيكون عبارة عن بيض بالطماطم والفلفل. احنا بقى بنخزن في الصيف الطماطم والفلفل بتوعه. اول حاجة استخدمت كيلو فلفل، عليهم 3 كيلو من الطماطم. قطعت الفلفل لشرايح كده صغيرة، والطماطم انا كنت مقشراها من قبل كده، وهبدأ بقى ان انا اقطعها مكعبات. في ناس او كتير جدا بيعملوا عادي الملمن من غير الفلفل، بيتعمل بس بالطماطم، ولكن بحس اللي ما دقهوش بالفلفل او اللي ما عملهوش بالفلفل بيكون فايته كتير قوي. بعد كده بقى اخدت الفلفل على النار ونزلت عليه بكوباية زيت، وهفضل كده اشوح فيه لحد كده ما ياخد يعني لمسة كده من الزيت والنار، يعني يتشوح تشويحة بسيطة. وبعد كده هنزل بقى عليه بمكعبات الطماطم اللي انا قطعتها. هسيب بقى الطماطم لحد ما تاخد اول غلوة، وبعد كده هبدأ ان انا اقلبها مع الفلفل، واحاول على قد ما اقدر ان انا اطلع الفلفل على الوش، لان الفلفل بيستوي اسرع من الطماطم. بعد كده بقى هغطيها بالغطا بتاع الحلة واسيبها لمدة ساعة الا ربع على نار هادية. هنا كان خلاص المنمن بقى جاهز. اخدته كده على الرخامة عندي عشان ابدأ ان انا اعبيه في البرطمانات، وقبلها حطيت معلقة سكر، معلقة ملح. انا كنت حطيت معلقتين قبل كده، ودي كانت المعلقة الثالثة عشان حسيت ان هو مش يعني مش واخد ملوحة كويسة. وبعد كده بدأت بقى امسك البرطمان. انا البرطمان ده كنت غسلاه بمية ساقعة، فحبيت ان هو يشرب من البخار علشان ما يتكسرش. وبعد كده بقى هبدأ ان انا اعبي كل البرطمانات، وهقفلهم كويس جدا جدا بفوطة. انا بعبي الحاجة وهي سخنة، يعني لو اخدتوا بالكم الحاجة سخنة، وعايزة اقول لكم يعني خدوا بالكم قوي، لان انا ايديا اتلسعت كتير جدا. هنا بقى هبدأ ان انا امسح كمان الحروف بتاعة البرطمان، علشان مفيش حاجة تفضل عليه من بره فتعمل زي عفن او حاجة زي كده، لان احنا بنسيبه بره التلاجة، يعني مش بيتحط في التلاجة. الطريقة اللي انا بعملها دي طريقة قفل البرطمان بالشكل ده وهو سخن كمان، بتخليه يبقى زي الحاجات المعلبة، يعني مش بيتحط في التلاجة بس بيتحط في مكان ما يكونش فيه حرارة شديدة. هكمل بقى باقي البرطمانات بنفس الشكل. وحاجة كمان نسيت اقولها، لازم نكون غاليين الغطيان بتاعة البرطمان، وكمان تكون غطيان جديدة. مهم جدا 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 موضوع ان الغطيان تكون جديدة وان هي تتغلي علشان الحاجة ما تبصش. دي الكمية اللي كانت طلعت معايا، 3 برطمانات صغيرين وبرطمان واحد كبير. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك وشير للفيديو، وعايزة تشجيع كبير بقى علشان نقدر نرجع تاني بقوة. اشوفكم على خير في فيديو جديد.